العازمي، طالبة سنة رابعة من جامعة الخليج العربي. حابة أنقل تجربتي في فترة كورونا من سنة ثانية تقريبا بدايتها إلين بداية سنة رابعة. الجامعة كانت ردة فعلها للجائحة جدا سريعة وتعاملت معها بطريقة احترافية، بحيث وفرت لنا كل شيء طالب الطب يحتاجه مثل اللايف سيشنز، الديمونستريشن، البروفيشنال سكيلز، والدكاترة يعني حاولوا انهم يعني يوصلون لنا المعلومة باكثر شيء هم يقدرون يسوونه. والحين الحمد لله رجعنا وفق احترازات معينة للجائحة، وقدرنا نشوف الدكاترة ونتعامل معاهم ونشوف الأشياء in real life يعني، والحمد لله كنت طبيبة. اسمي فلاح المهاوش من دولة الكويت، والصراحة سعدنا بخبر عودتنا للجامعة ونتعلم في جامعتنا بعد غياب طويل في ظل جائحة يعني كانت صعبة على الجميع، والحمد لله يعني قدرنا نرد الجامعة بعد فترة انقطاع. فقاعد نشوف يعني شغلات بنفسنا وقاعد نطالعها بعيننا مع زملائي والدكاترتنا قاعد يعلمونا شيء احنا قاعد نشوفه بالواقع يعني افضل من الاونلاين وكزوم وما زوم، فاحنا قاعد نشوف وقاعد نمارس ونطبق على شيء قدامنا، فقاعد يساعدنا نحفظ المعلومه وترسخ في اذهاننا يعني. بالمناسبه احب اقول حق زملائي انهم يجتهدون ان شاء الله والله يوفقهم يعني في العوده من جديد. السلام عليكم، أنا الطبيبة أميمة عبد الله حمودة، متخرجة من جامعة الخليج العربي 2017. الحين رجعت مرة ثانية لجامعة الخليج العربي في تخصص طب ماجستير طب العائلة الإكلينيكي. أنا جدا سعيدة اليوم في دوامنا الأول في الجامعة. السنة الماضية بدأ البرنامج مع جائحة الكورونا، كان في أبريل 2020. فما حصل لنا شرف ان احنا ندش الجامعه مره ثانيه، وحشتنا وايد ايام الجامعه والمكان والذكريات اللي عشناها. جدا سعيده في الرجوع هذه السنه ان شاء الله، نعيد الذكريات اللي عشناها من قبل، ونحصل التدريب اللي ونكمل على التدريب. يعني ما شاء الله ما قصروا، اعطونا التدريب الكافي في المراكز وفي السلمانية. أنا علي الصالح، طالب سنة خامسة. طبعاً سنة رجعنا الحمد لله بالسلامة بعد ما يقارب السنة ونصف يعني، فكانت الدراسة طبعاً أونلاين، فور الجامعة الحمد لله كانت ترتيباتها يعني شبه ممتازة، وكانت الحمد لله يعني مشت بالسلامة الأمور. وحاليا في سنة خامسة طبعا الدراسة كان نصف أونلاين ونصف حضوري، والترتيب طبعا مع الجامعة والالتزام بالإجراءات الوقائية، كامل الإجراءات الوقائية. إن شاء الله كلنا حماس نبتدي الدراسة من جديد. اسمي دكتورة عائشة العاتم، في جامعة الخليج العربي، تخصص طب عائلة ماجستير سنة ثانية. احنا نقدر الجهود اللي سوتها الجامعة، ان بالنسبة مقارنة بالناس الثانية احنا الحمد لله خذينا التعليم والتدريب اللي احنا يعني نقدر ان احنا نستفيد فيه اكثر امكانية مقارنة حتى بالتخصصات الاخرى في المجال الطبي. بالنسبة حق عودتنا اليوم احنا يعني حق الجامعة، أول يوم اليوم إحنا ندخل الجامعة من بداية البرنامج، يعني من 2020 ل 2021 هذه أول مرة ندش الجامعة، نشوف الحياة الجامعية يعني اللي ما عشناها في بداية البرنامج، فإحنا وايد سعيدين بهذه الفرصة، خاصة إن الجامعة ماخذة الاحتياط. بس بفضل يعني الإدارة مالت الجامعة وتواصل هيئة الطلاب، قدرت الإدارة إن هي تخلي هذه أفضل يعني بالنسبة حق الطلبة، ويعني وكان التعلم في تطور، يعني كل ما الجامعة يحصلون فيدباك من الطلبة كانوا يسمعون برأي الطلبة قد ما يقدرون. وفي هالسنين يعني في السنة ونص كان الوضع في البداية يعني مو لهناك، كنا مو متعودين شوي، كنا في تقدر تقول إن إحنا في محل ما
ما ننتمي إليه اللي هو التعلم بس بالكمبيوترات. بس الحمد لله يعني شوي شوي يعني صبرنا ووصلنا إلى الجامعة، والجامعة بعد الصراحة ما قصرت إيانا، والحمد لله يعني قضت سنة ونص على خير وحين رجعنا الجامعة.